السلام عليكم. السلام عليكم. وحشني جامد جدا زي كل مره. احنا كابتن قبل كده خدنا حركه كونج مانكي جامب في الباركور. طبعا شوفوا الرابط هتلاقيه في تحت في الوصف، حركه المانكي اتعلموه عشان دلوقتي هناخد حركه كابتن يبقى كونج جامب. الفرق يا كابتن ايه بين المانكي اوكي والكونج؟ مانكي جامب وكونج جامب. المانكي هي الكونج سبحان الله، بس الفرق ان الكونج قفزتها يعني ايه اعلى، والفرق ان الكونج انت بتفرك جسمك قوي، تفرق جسمك. طيب حركه يا كابتن، احنا المانكي قبل كده خدناها وعرفت اساسيات، فبالتالي يا كابتن احنا دلوقتي بقى لو انت بتعمل حركه المانكي كويس هتعرف تجيب يا كابتن حركه ايه الكونج. طيب بصوا معايا، احنا طبعا قبل كده يا كابتن خدنا حركه المانكي في مكان زي كده. بص يا كابتن انا بعملها بمكان عادي اجي ازاي يا كابتن يا كابتن حركه يبقى المونكي مونكي جامب. يا كابتن الكونج هي نفسها زي المونكي، لكن الكونج انت بتفرد فيها جسمك اكتر. طيب مثال يا كابتن زيك عشان احنا كنا على كده الكونج. بص كده معايا، انا المونكي ممكن اكون قريب من هنا كده واطلع جامب مش عالي جامد او مضاهر، لكن يا كابتن انت الكونج بتفرد نفسك من بعيد. شفت الفرق؟ ها بصوا كده تاني، شايفين معايا؟ انت الكونج يا كابتن بتفرد نفسك ايه؟ من بعيد. ده الفرق. انا بعيد اهو زي ما قلت، المانكي بص ممكن كده كده، لكن الكونج بص كده شفتوا؟ بس نفس الوقت بصوا شوفوا بقى بتعب. ها فالكونج يا كابتن ايه؟ على الارض بقى باخد جسمي الاول قدام بس بقفزه بالسكر. دي الكونج. كوتش من تحت. اوف يو ماشي؟ ممكن مضحك. يبقى يا كابتن زي ما قلت دي المونكي. اوكي. لكن يا كابتن كونج بقفز لقدام قوي. بص جسمي بيروح فين؟ شفته؟ راح فين جسمي؟ هو ده. جسمي راح يا كابتن لقدام جامد. هو ده الفرق بين المونكي والكونج. يبقى لما اجي اتمنى على الارض بنط، بس بنط وبفط، ولما بتنط وبتفط جسمك بينط جامد معاك. يبقى يا كابتن في المونكي الكونج تدفع جسمك لقدام قوي اهو كده تمام. خلاص انت اتقنت بقى يا كابتن حركه المونكي، فانا بتكلم اعرف اعمل يا كابتن كونج بس الجسم من بعيد. يبقى كابتن انت حركه اصلا المونكي تتدرب عليها هتسهل لك قوي حركه الكونج. طبعا لسه في كونج دبل وحاجات كتير جدا تمام، لكن يا كابتن حركه الكونج زي ما قلت فيها باور اعلى، وانك انت تفرد جسمك ايه؟ كونج تجري بقى. ها خليك معانا ورا سلام ورا. يبقى يا كابتن في الكونج انا ايه؟ بجري. انت اتقنت المونكي هتعرف تتقن الكونج ماشي يا حبيب قلبي. الحركات عايزه تدريب كتير متواصل، وركز دايما اتمرن حركه الوقوف على الايد. وقوف على الايد يفيدك قوي في الباركور كله، وتدريبات جامبات هتلاقوا برضو فيديو لتمرين التسخين وتعرف الجامب هتساعدكم قوي. اهم حاجه دلوقتي يا كابتن الفرق بين حركه المونكي والكونج مش كبير. المونكي انك انت بتاخد الحركه بس ايه مش شرط تجري جامد تمام. المونكي يا كابتن تعمل ايه زي كده بس، لكن يا كابتن الكونج انت بتفرد ايه نفسك. يبقى يا كابتن بص وانا بجري بفلت نفسي على الحركه. ها شوف معايا بس بصوا بس بصوا فين بصوا فين بعيد اهو بصوا انا بعيد كده انا بعيد بصوا اهي. ها بتمرن كتير هتحطم مستحيل، مش عايز لغي كتير صدقني انا عيل امير هنظبط الكلام، مش عايزين نلغي كتير ما تاكلوش فشار كتير. كان معاكم نسي كرفو، انتظر المزيد والمزيد باذن الله تعالى. بحبكم قوي، يا ريت بقى تعملوا ايه سبسكرايب للقناه ولايك للبيدج. اي سؤال معاكم. السلام عليكم.